أنا النهاردة كنت مغربي، مغربي الهوى. النهاردة يا حضرات أنا حضرت حوالي 80 دقيقة من ماتش المغرب وبلجيكا. أنت مالكش في الكورة ممكن، وممكن تكون مش مهتم بيها، حقك. بس لو شفت المغرب النهاردة بتلعب حاجة تشرف. عادة الفرق العربية بتفوز بخطة نهجم نرجع على طول بتاع مساعد القص، يعني ال 11 واحد وراء، ال 11 واحد يطلعوا، ال 11 واحد يرجعوا، وفي 36 واحد قاعدين على الخط مستنين احتياطي. والجون عندنا عادة بيشيل النيلة في الماتشات اللي زي دي. النهاردة بتفرج على المغرب، لا 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 لا، ايه ده؟ ايه المستوى العالمي اللي كان عليه الفريق المغرب ده؟ وجا جون، وانا كتبت على تويتر هي جون اتلغى. فوز مهم جدا حققه المنتخب المغربي على بلجيكا بهدفين دون رد عشان يسجل اسمه في تاريخ كأس العالم بأداء ولا أروع ولا أروع. وده الفوز الثاني للمنتخبات العربية بعد فوز السعودية على الأرجنتين. أسود الأطلس بصراحة عملوها النهاردة، أسود الأطلس يزأرون 2-0 على بلجيكا. بلجيكا دي هي المصنف مثلا رقم 2 على العالم في كرة القدم تقريبا، يعني بلجيكا دي حضرات فريق مش سهل، ده فريق لوكاكو وفريق هازارد والحارس بتاعه حارس عالمي، وغلس فريق غلس يعني رخم قوي. النهارده المغرب علمتهم ازاي تلعب كره القدم، مش علمتهم هم بس، المغرب علمت العالم النهارده دي لعبه كره القدم، متعه، اصرار، قوه، التحام وفن بجد. وده كان المشهد بتاعهم بعد ما سجلوا الجون الثاني اللي ولا احلى ولا اروع. ده او دي صور من فرحتهم، ما اعرفش من الهدف الاول والثاني. ده الهدف الثاني شفته، ده الهدف الثاني ولا اروع، وده الهدف الاول ولا اروع ولا اروع. النهارده كنت انا ومالك ابني بنشجع المغرب بقوه، والنهارده اتنططنا في الهدف الاول. انا حضرت الهدف الاول بس، وبعدين رحت يعني عملت حاجات ورجعت لقيت الجون التاني جه. امير قطر النهارده حضر المباراه لدعم منتخب المغرب، وسجلت الكاميرات فرحته بالفوز بعد خروج المنتخب القطري من البطوله. نشوف كده الفيديو، امير قطر واولاده في المقصوره بيعملوا ايه. لا لا، في فيديو تاني احلى من ده كمان، نشوفه كده مع بعض. العبوا يا علي. مفيش مشجع كرة حيادي، اسمع كلامي، لا اللي بيشجع الزمالك حيادي، ولا اللي بيشجع الاهلي حيادي، ولا اللي بيشجع منتخب بلاده حيادي، وده حقه. انت بتشجع المغرب لانك عربي، بس النهارده لو عندك جزء من الانصاف ولو قد كده هتعرف ان المغرب علمت العالم ان في فرقه جايه اسمها المغرب. خافوا بقى وخبوا عيالكم منهم لانهم فريق على اعلى مستوى. انا بعترف انا بشجع الاهلي ومش حيادي، عايز الاهلي يغلب كل طول الوقت. وبعد دراسة كبيرة جدا في كرة القدم لا يوجد مشجع حيادي، كل واحد بيحب فرقته وخسرانة كسبانة وعايزة وحشة حلوة، المهم فوزنا. بس النهاردة أنا ما كنتش مغربي بس، أنا كنت مغربي وفخور. أنا بتفرج على المغرب كسحت بلجيكا، علمتها يعني إيه كرة القدم. ده في واحد شاب جناح أيسر اسمه بوفال تقريبا، بوفال تقريبا، يا خرابي على الشاب ده، حاجة جامدة جدا. كمان التغييرات اللي اتعملت في المغرب، شباب أنا أول مرة أسمع الأسماء دي، بس اتفرج عملوا إيه في الكورة. ده برأي النقاد والصحفيين، المغرب مش بس فازت،
إنما كمان قدرت تقدم عرض كرة مستوى كرة عالمي وتكتيكي بالإنجليزي. أهو خليل بلشوي بيقول أسود حكايتها من في الملعب تتسطر، رجال جاءوا من المغرب تسيدوا ثقة بأبطال الأطلس وتيقنوا أن الرجال بأحلامهم لا يفرطوا. هؤلاء هم رجال أسود الأطلس، رفعتم رؤوسنا فخورين بكم يا أبطال، فرحتونا ومتفائل أنكم ستفعلوا الكثير في هذا المونديال إن شاء الله. أهم بقوا وهابيين، هم كلهم بيسجدوا ما شاء الله. حفيظ دراجي المعلق المشهور، مباراة كبيرة وفوز كبير ومستحق على المنتخب. ده 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 أستاذ حفيظ عايز أقول لك المعلق كاد يجي له سكتة قلبية، ربنا يشفيه يعني، ربنا معايا أنا مش قصدي من فرحة مش مصدق الجرايد كلها. المنتخب البلجيكي فيه كيفن دي بروين، ولا ده واد لعيب قوي. بص الجرايد بتقول عنه إيه، هات اللي بعدك بعد حفيظ دراجي، مع احترامنا للأستاذ حفيظ أنا بحبه. محمد هنيدي قال لك مبروك أسود المغرب، أداء قتالي رهيب ومستوى رائع، ألف مبروك للمغرب ولكل عرب، شرفتونا يا رجالة. دي حقيقة، دي حقيقة. أهو كيفن دي بروين أهو، ده بقى قال لك إحنا ملناش فرصة أصلا، ملناش فرصة، إن إحنا دقة قديمة. بص ده لاعب، ده لاعب في الدوري الإنجليزي لاعب خطير، بيقول لك إحنا منهجنا قديم. وخد أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي السنة دي، بيقول لك احنا منهجنا قديم في الكوره. هو اكتشف ازاي؟ من المغرب، من المغرب.